السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. طبعا يعني هاي فيديوهات بسيطة جدا، رح نتناول مواضيع الاي بي سيك، الاوبن في بي ان، لاير 2 تنلينج بروتوكول، والبير تو بير تنلينج بروتوكول، الفي بي ان، كلاتهم طبعا فيرتشوال برايفت نتوركس. الاي بي سيك يعني جزء مشهور كثير، ليش؟ لانه انتم بتعرفوه من اللي هو سكيور في بي ان من سيسكو جونيبر، يعني معظم الشركات، خلينا نحكي الشركات المعروفه الكذا بتستخدم الاوبن في بي الاي بي سيك وكذا. طبعا بيوفر لك اذا بدك يعني تعمل سكيور، لو كان عندك هون شركة وكان عندك هون شركة وبيناتهم، بغض النظر ايش بيناتهم، بجوز يكون كل شركة موجودة بموقع من الكرة الارضية على قارة معينة من الكرة الارضية، مثلا ممكن يكونوا كل واحدة فيهم في ولاية، في خلينا نقول في مدينة معينة. العفو، عذرا. طبعا الاي بي سيك هو طبعا مجموعه بروتوكولات، بتقدر تحكي هو عباره عن بادي معين انت بتستخدمه، بتقدر تحط فيه اكبر قدر من الانكريبشن، لكن انت بتعتمد زي السياره، انه مثلا انا بدي سرعه كثير، لكن شو بالنسبه لصرف البنزين؟ يعني هل انا اقتصادي؟ ونفس الشيء الاي بي سيك، اذا انا بدي انكريبشن كثير، سكيورتي كثير، ايش بالنسبة للبنية التحتية وللأجهزة اللي انا بدي استخدمها علشان يعني تقوم بعملية الانكريبشن. لكن الاوبن في بي ان حاليا يعني حل مشكلة كبيرة، ليش؟ لانه يعني طوروا عليه، فصار خلينا نحكي الكونفيجريشن تبعه سهل كثير، وهي شيء ممتاز، الكونفيجريشن تبعه سهل كثير بحيث انك انت ما تتغلب لدرجة انه مثلا زمان كان مشكلة كبيرة configuration، يعني قصة لحتى ما تعمله، وكان يعني تواجه مشاكل وكذا، والسيكوريتي صار فيها مشاكل. لكن حاليا الاوبن في بي ان حل مشاكل كثير، وحل مكان الاي بي سيك تقريبا. يعني خلينا نحكي اللاير 2 تنلينج بروتوكول بيعمل لاير 2 تنلينج من موقع لموقع ثاني، يعني بنحكي على الفيلانز، يعني بتقدر تعمل تنلينج عبر الانترنت، لكن هو مش سكيور، لكن بيفي بالغرض. اذا كنت يعني عندك بس سيرفر واحد هون، لكن انا بحكي لك يعني في عندك الاي كلاس، احنا عندنا برايفت اي كلاس اللي هي 10.0.0.0/8، هاي بتعطيك 16 مليون فاصلة ما بعرفش قديش. في عنا كلاس بي بتعطيك اللي هي 172.16.0.0/12، هاي بتعطيك مليون، و يعني مليون و ما بعرف قديش، يعني مليون و700 الف وإشي، او يعني اللي بدي احكي لك اياه انه عندك كمية كبيرة من الادرسز، فيش داعي انك تعمل لاير 2 تنلينج بروتوكول الا لاسباب قاهرة، ولازم تعمله داخل تنل، يعني داخل سكيور تنل زي الاوبن في بي ان والاي بي سيك. بالنسبة للبوينت تو بوينت تنلينج بروتوكول كان زمان سكيور، حاليا مش سكيور فما حد بيستخدمه، لكن راح نتناولهم كلياتهم بالتفصيل. طبعا بالنسبة ل يعني لهاي الديستريبيوشن الجديدة من جنو سلاش لينكس، كالي لينكس من زملائنا بالأوفنسيف سيكيورتي، طبعا هم يعني الراعيين الرسميين أوفنسيف سيكيورتي، خاصة مواضيع السيكيورتي بشكل كامل من ناحية السيرفيسز والسيرفرز بشكل كامل، نتورك، يعني هم يعني شركة حتى بتقدم تدريب وكذا.
طبعا حلوا مشكلة المشاكل اللي كانت بالباك تراك، لأن الباك تراك كان في عندهم مشكلة بالدوكيومنتيشن، وفي عندهم طبعا فورم رائع، يعني هم عندهم رائدين بمجال السيكوريتي، خلينا نحكي يعني رائعين جدا. الآن بالنسبة للكونفيجريشن تبعت الشبكة تبعتي، طبعا أنا ما استخدمت هنا جينس 3، أنا بس علشان أورجيكو الشبكة كيف بتكون. فلو أجيت هنا مثلا على راوتر واحد، عندك هاي موصولة بالإنترنت، الإنترنت الحقيقي، وعندك هاي موصولة مع الفاير وول 2. فلو شفت هون عندك شايف في بوكس نت 2، وجيت هون في بوكس نت 2، هون عندك في بوكس نت 3 موصولة مع الفي بوكس نت 3 بس. يعني أنا عامل لوكال هوست اونلي ادابتر او لوكال اريا بيناتهم، وكل واحد طبعا فايروول 2 فايروول 3 اي شيء بدهم اياه من الانترنت بيتجهوا نحو الفايروول 1، وهيك يعني هيك بنحل لهم مشاكلهم او بنوفر لهم الاتصال بالانترنت. بالنسبه الى البي اف سنس، طبعا هون غيرت الثيم تبعك، بتقدر تغير الثيم عن طريق الجنرال سيت اب، وبتروح بتنقي الثيم اللي بدك اياه من هون من هاي. هون طبعا ثيم اخر، في عنده مجموعه من الثيمز كلياتهم حلوات، يعني مش هاي. بدي ادخل على طبعا بالنسبه للفاير وول بيوفر كونكتيفيتي بشكل كامل. لو اجيت على الرولز مسموح لكل الناس، هاي الفاير وول 3 اللي هو في بوكس نت 3، يعني هاي اللوكال اريا نتورك تبعتنا. وهنا كمان بوضعها الطبيعي، بس غيرت اسمها من لان صارت لفاير وول 2، فعندي فول كونكتيفيتي. بنقدر نشوف هنا لو اجيت هنا حكيت له بينج، وحكينا بينج ل 100 اللي هو الطرف الاخر من الشبكه تبعتنا، نحصل على بينج 100%. طبعا اكيد بما انه عندنا يعني كونكتيفيتي باتجاه، اكيد لا راح يكون عندنا كونكتيفيتي بالاتجاه الاخر، ولا ما كان استطاع يعني انه ما استطعنا انه نوصل للبينج. لو اجينا 59% نعمل بينج وبنحصل على 3 ICMP ايكو ريكويست. طبعا كيف بدك تحصل عليهم هذول؟ بدك تيجي على الرولز، تضيف على الوان رول وحده، تحكي له انه من الوان allow ping. طبعا تقدر هون تعدلها الوان ادرس، بدل ما تحكي له طبعا ICMP كذا، بس هون مش مبينه ICMP. مفروض هون البورت سورس البورت، لكن هو انتو شفتوا انه محطوط الوان فما في مشكله. الان ننتقل للاي بي سيك. الاي بي سيك موجود عندنا بالفي بي ان، وهنا كمان في عندنا اي بي سيك. ماشي، بحكي لي انه انيبل هاي من امور سابقه، فانا كل اللي راح اعمله راح اجي هون احكي له اوتو. ليش حكيت له اوتو؟ لانه يعني مين الطرف الاخر، لانه الطرف الاخر او الفي بي البي اف سنس هذا نسخه قديمه، يعني نسيت احدثها علشان الفيديو، فبدكم تتحملوا هذا الموضوع. ف 192.168 58 و 100 اللي هو فاير وول 2 فاير وول 2. تمام، وفي عنا النيغوشيشن، بتقدر تحط اجريسيف كذا، هحط اجريسيف ابريشيت كي بي اف سنس. وفي عندي ايس 256 شا 1 ديفي هيلمان كي جروب 1024، هحط هون. ليش؟ لانه احنا اصلا داخل الشبكه تبعتي.
نعمل apply. طبعا الان بدي اجي هون. طبعا احنا هيك عملنا كل configuration مرة واحدة، بس تذكر تعمل enable. لنعمل enable او مش ضروري enable حاليا. من اول شيء نيجي نضيف interface كيلو اي بي فيرجن 4 interface remote gateway 192.168.50.59.100 description to firewall 3 بعدين aggressive my IP address policy generation proposal key 3 days لا اس 256 sha 1 defail 156 enable ok save pre-shared is required I'm sorry pfsense هنشوف نتأكد من البري شيرد كي، لأنه أهم شيء بالموضوع pfsense. طيب هيك هاي كل الشيء احنا بنحتاجه. طيب تعمل له سيف وبنعمل enable لل IPsec، بنشغل البروتوكول هيك. كل شيء احنا بنحتاجه من ناحية الكونفيجريشن تبعت الـ IPsec. الان بعد ما اعمل كونفيجريشن للـ IPsec شو بدي اروح؟ بدي اروح على الرولز. بعد ما اروح على الرولز بدي اروح على الـ IPsec. IPsec بدي اضيف رول احكي له enable interface IPsec IP version 4 TCP protocol اني بروتوكول سورس. طبعا هون بتقدر تضيف السورس، بتقدر تحكي له يعني شخص معين. طبعا طبعا ديستنيشن، مين ديستنيشن؟ لوكال نتورك. ليش؟ لانه فيش عندنا هاي، لكن هاي مش سكيور دير بالك. ديسكريبشن اي بي سيك تو لوكال نتورك، تقدر انت تضيفها زي ما بدك. لام تيجي هون، روح على الفايروول، روح على الرولز ونختار اي بي سيك ونضيف من الاي بي سيك الرول تبعتنا بس اي بي سيك تي سي بي بروتوكول اني سورس. طبعا السورس هون بدك تضيفه destination local local network save apply changes. بس اتأكد اخر شيء interface IPsec اوكي. طيب نجرب، يعني بجوز تزبط بجوز ما تزبطش. انا ما صراحة ما عملتلوش ترابل شوتينج كثير يعني بهاي المواضيع، فانا بدي اعمل بينج مش لهذا. خلينا نعمل بينج اول شيء. فشل. توقع انه في مشكلة بتصير عندي هون. على كل حال احنا عملنا يعني ممكن تكون هي المشكلة. ارجع نعمل بينج من اول وجديد.
59 لا مش 59 هنا على فاير وول 3 58 100 ولا بنعمل بينج لا يعني انفسنا الان صار يفشل يعني شايف كان شغال صار يفشل ممكن السبب انه يعني ريكيرسيف لوبينج اللي هي لكن المهم الفكرة ممكن انت يعني تحل هالمشكلة ببساطة ما اتوقع انه مشكلة كثير معقدة ليش لانه انت لو اجيت هون حكيت له 250.51 اللي هو الديفولت جيت واي تبع الراوتر الاخر فمباشرة بينزل عنا يعني مباشرة انت عندك اتصال من هون هيك لهون وهون هيك لهون فباقي الحالة يعني يعني احنا بنكون يعني خلينا نحكي انهينا موضوع الاي بي سيك بس بده شوية بزوز تظبيطات كل اموره بتكون تمام شكل استماعكم السلام عليكم.